النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أنه سيكون نساء كاسيات عاريات، يعني هي صحيح تلبس لكن كل شيء يرى منها. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إن أفتشنو ونبن مدام كيبوماس بسكتوني تتمايل في مشيها إذا بوماس مقانوكو بغنو زوم كينو بيجيمانو بن مدام وسيكو بحاجة يعني تريد الرجال يميلوا إليها أنظروا إليها وكذا زوتا في بن مدام بن مشي إي بود زوبليجي زوت ريغال لولي ترفع شعر الرأس يعني أعلى هكذا. بعض النساء يعني يجمعن الشعر ويرفعوه في الخلف مثل الكرة هذه هنا. ترفع في بيتها وكذا، أما عندما تخرج حتى تحت الحجاب لا تجعله مرتفع. يعني عندما تعمل المرأة في بيتها لا إشكال أن تصنع هذا، لكن عندما تخرج نحن نتكلم عن المرأة المحجبة، عندما تخرج بحجابها لا تجعل هذه الكورة المرتفعة في حجابها وهي خارجة. نعم. Mais il y a d'autres sorties de ces mains, d'autres scarfs ou d'autres papiers.